كان يا ما كان في قرية صغيرة كان يعيش فيها عجوز حكيم كان معروفا على نطاق واسع بحكمته وروح الدعابة، وكان يحظى باحترام القرويين لحكمته وصفائه. وكان الناس من كل مكان يطلبون مشورته وكان يرحب بهم دائما بابتسامة دافئة. في أحد الأيام وصلت شابة مضطربة إلى الحكيم بحثا عن إجابات لمخاوفها، وكان عطلها مليئا بالمخاوف بشأن مستقبلها، ولم تتمكن من العثور على السلام داخل نفسها. عندما اقتربت من المعلم العجوز كان قلبها المضطرب واضحا في عينيها وتوسلت إلى المعلم بأنها مثقلة بالقلق وقالت: "يا سيدي، كيف يمكنني العثور على السعادة الحقيقية؟" استمع المعلم باهتمام وأشار إليها بأن تجلس معه تحت ظلي. شجرة أزهار الكرز وأمسك بفنجان وبدأ بلطف في صب الشاي فيه، ولكن عندما امتلأ الفنجان لم يتوقف وبدأ الشاي بالانسكاب على الأرض. شاهدت الصبية انسكاب الشاي في حيرة من تصرفات المعلم وقالت: سيدي الكوب ممتلئ بالفعل، لماذا تصب المزيد من الشاي؟ لقد تم إهداره للتو. ابتسم المعلم وأجاب: عقلك مثل فنجان الشاي هذا. فهو بالفعل مملوء بالهموم والقلق والمخاوف، وانت تبحثين عن اجابات دون افساح المجال لها، تماما كما ان الفنجان لا يمكنه استيعاب المزيد من الشاي دون افراغ البعض منه، يجب عليك خلق مساحه داخل نفسك لتجد السعاده الحقيقيه. استغرقت الصبيه لحظه للتفكير في كلمات المعلم الحكيم ثم سالت. ولكن كيف أفرغ عقلي من همومي تبدو مثاوي في طاغية توقف المعلم الحكين لبعض الوقت مستمتعا بجمال المناطق المحيطة ثم أشار نحو النهر الذي يتدفق بالقرب وقال لاحظ الماء في النهر فهو يتدفق دون عناء ولا يلتصق بأي شيء أبدا فهو في حركة مستنرة يتكيف مع تقلبات النهر بنفس الطريقة التي يجب عليك أن تتعلمي التدفق بها الحياة تتقبل الافراح والاحزان دون التشبث بها. اشرقت عيون الصبيه بالفهم، وادركت ان همومها ولدت منها ومن تعلقها بمقاومه التغيير، كان عليها ان تتخلى عن الارتباطات ومقاومه التغيير، وتحتضنها تماما مثلما اصبح التيار الذي يحتضن رحلتها. منذ ذلك اليوم فصاعدا اصبحت الصبيه زائرا متكررا للمعلم العجوز مع مرور كل يوم تخلصت من مخاوفها وهمومها وتعلمت ان تعيش في الحاضر وبدا قلبها يمتلئ بالامتنان واستقر داخلها احساس جديد بالسلام، ترى في الحياه وفي حياتك، للعثور على السعاده الحقيقيه والسلام الداخلي يجب على المرء ان يتعلم التخلص من المخاوف والارتباطات ومقاومه التغيير، فالحياه تدور حول التدفق والتغيير، استمر في المضي قدما بشكل طبيعي. أي مقاومة لهذه العملية الطبيعية ستعيقك عن سعادتك وسلامك مع نفسك. تماما كما يجب إفراغ فنجان الشاي قبل إعادة ملئه. تحتاج عقولنا إلى خلق مساحة للمشاعر الإيجابية والتجارب الجديدة. من خلال احتضان اللحظة الحالية والتدفق مع الحياة يمكننا تنمية الامتنان والصفاء. الانفصال عن الارتباطات والرغبات يسمح للعقل بالعثور على الوضوح. مثلما ان اسقاط حجر في النهر يخلق تموجات تنشر افعالنا واختياراتنا فان لها عواقب بعيده المدى عندما تنهار الاشياء او تبدا في الشعور بالخوف والقلق بدلا من الشعور بانك تحصل على نهايه مزعجه اشعر بانك محظوظ لانه فقط عندما ستشعر بالخوف ستكتسب فرصه للحصول على الشجاعه لتنمو للحصول على حياه عظيمه يجب ان تكون حميميا مع الخوف بطريقة حكيمة ورشيقة. عندما تشعر بالخوف، افعل ما يجب انجازه بدلا من الشعور بالاكتئاب او الخوف من الخوف، اعتمد عليه وانظر اليه على انه فرصة للتعلم والنمو حتى تصبح كل أحلامك حقيقة. إن السعي وراء المعرفة والوعي الذاتي هو مسعى خالد يتردد صداه. عبر العصور تذكر ان القلق لا يغير مجريات الاحداث فافعل ما في وسعك واترك الامور التي لا يمكنك التحكم فيها اعتني بصحتك النفسيه والبدنيه وابحث عن انشطه تهدئه تساعدك في التحكم في التوتر